فحاولوا تركزوا في الحاجات المهمة، اللي بيشوف حاجات، يعني في حاجات بتعدي علينا كتير احنا بنشوفها ما بنعرفش اسمائها، زي مثلا الديزيز الاولاني ده، حاجة اسمها congenital mal alignment of the great toenail. يعني ايه congenital mal alignment؟ كلمة alignment يعني ايه؟ alignment يعني الرصة، يعني الخط، الانتظام بتاعي، يعني الشكل المظبوط بتاع اي حاجة، يعني رصة مثلا ايه العساكر في الطابور بتاع الجيش مثلا، طابور الصباح بالنسبة للمدارس. فحصل congenital mal alignment، يعني سوء تنظيم بالنسبة للضفر ذات نفسه، ودي congenital. بيحصل ايه؟ بنشوف lateral، مهم قوي، lateral deviation للنيل بليت، وغالبا بتكون bilateral، يعني بشوفها في الناحيتين الاتنين. بصوا هنا معايا اهو lateral deviation، بصوا النيل جاي على ناحية، حتى الصابع ذات نفسه جه معايا كده، بصوا lateral deviation، الصابع جه ناحية شوية، غالبا bilateral. دي مهمة جدا في ايه؟ ان هي بتبقى predisposing factor للانجرونج تونيل اللي هي onychocryptosis اللي هنشوفها بعد كده. نتيجة ايه؟ ببساطة عشان محدش يتعب نفسه ويدور على الأسباب، abnormality في الليجامنت اللي هو بيربط الماتريكس مع البريوستيوم، خلاص؟ بتاع الديستال فالنكس. يعني ايه؟ ادي البريوستيوم هنا، خلي بالكم احنا قلنا البريوستيوم جاي يا رب الماتريكس تحت هنا، ده البروكسيمال والديستال، وجزء تحت النيل فولد ده، يعني الماتريكس تيجي تلف كده تعمل النيل فولد، تلف كده تعمل النيل فولد. ففي احنا عندنا دايما الليجامنت بيمسك من هنا ومن هنا، الليجامنت اللي هنا اللي هو لاترال حصل فيه مشكله، خلاص، اللي رابط البريوستيوم مع الماتريكس حصل فيه مشكله، فقصر فشد لي النيل على الناحيه دي، وهنا نفس المشكله شده لاترالي. كل مشكلتها ان العيان ده لما بيكبر شويه بيحصل له ايه؟ ممكن يحصل له الانجرونج تونيلز، ودي مهمه جدا. اظن احنا بنشوف الحاله دي كتير جدا، بنشوفها كتير جدا جدا جدا، وما اعرفش اسمها ايه؟ congenital mal alignment of the great tonsils. طب حاجه مهمه قوي كمان برضو بنشوفها، congenital hypertrophy of the lateral fold of the hallux. يعني هي نفس الشكل ده كده بس الصابع معدول، لكن اللاترال فولد ده بيبقى ثيكند او تخين، تمام؟ بتحصل في نيوبورنز والانفنتس وبعد كده بتتحسن لوحدها. في حاجه اسمها راكت ثامب، بيبقى عامل زي المضرب الايه الراكت، دي مهمه قوي يا جماعه، اسمها بنسميها براكي اونيكيا، جاي من ايه؟ من البريكيا، ما عارفين زي البريكيال بلكسس كده، بتبقى حاجه انت عارفين البريكيال بلكسس مسمينها كده عشان حاجه شورت مسيره، تحس ان واحد ازعه كده ومدملك في بعضه شويه، دي بتبقى كونجينيتال برود شورت ثامب نيل. يعني دايما بيبقى بص اهو الثامب، شايفين قصير ازاي؟ بص العقله الاخرانيه، شايفين العقله دي قد ايه؟ الفالنكس ده قد ايه؟ ودي بالظبط قصيره جدا. حصل شورتنينج في الديستال فالنكس، فالنيل بدل ما يطول كده ديستالي بدا يكبر بالعرض ترانسفيرسالي، فخلاص ادانا الشكل كده عامل زي المضرب راكت ثامب اللي بنسميها براكي اونيكيا. افتكروا بريكال بريكسس وحطوا عليها الضفر يبقى براكي اونيكيا، خلاص. يبقى دي كونجينيتال نتيجه شورتنينج في الديستال فالنكس، ان العظمه ذات نفسها دي قصيره، فالنيل ما قدرش ياخد حقه في الطول كده، حاجه وقفته هنا اللي هي الفري مارجن هنا، لكن بدا يطول بالعرض، يكبر بالعرض ترانسفيرسلي، خلاص، فادانا الشكل اللي احنا شايفينه بالنسبه لنا ده. طيب نيجي بعد كده ايه الحاجات الهيريديتري تاني؟ حاجه مهمه قوي انا كلمتكم عنها المره اللي فاتت، واللي هي الرابط بين البون والرابط بين النيل، قلت لكم في صله يعني وطيده جدا وعلاقه وطيده جدا بين النيل والبون، يعني حتى من ضمن الجينز اللي متحكمه في النيل جروث هي بون جروث جينز، يعني هي اللي بتتحكم في البون ذات نفسه. فعشان كده لما يحصل ديفكت في بعض الديزيز بالنسبه للبون برضه بيحصل ديفكت في النيل، اسمها النيل باتيلا سندروم اللي هي الاونيكو استيو ديسبليزيا فونج ديزيز، خلاص، دي اوتوزومال دوميننت، دي حاجة مهمة جدا. ايه اللي بنشوفها بقى؟ هايبوبليزيا اوف ذا راديال سايد اوف ذا ثامب نيلز، يعني نيجي كده عند الثامب من ناحية الريديوس، من ناحية عظمة الريديوس عشان الناس ما تلخبطش، يعني لاترال، خلاص؟ دي هايبوبليزيا، يعني الصابع بدأ يبقى فيه مشكلة من الناحية اللي هي بره دي، خلاص؟ الضافر من الناحية اللاترال بتاعت الريديوس. هايبوبليزيا اوف ذا راديال سايد اوف ذا ثامب نيلز، بدأ يبقى بصوا متاكل من هنا كده. هنلاقي تراينجولار لانيولا، اللانيولا بدل ما تبقى شكلها زي الهلال لا بقت تريانجولر مثلثه. هنلاقي في ابنورماليتيز في البون زي ابسنت او هايبوبلاستيك باتيلا، يعني العين ده الصابونه بتاعت الركبه بتاعته بالبلدي كده يا اما مش موجوده او صغيره جدا، خلاص، فدي بتعمله طبعا مشاكل مع المشي. الراديال هيد ديسبليزيا، الراديوس الهيد بتاعتها بتبقى فيها مشكله، واليا كريست اكزوستوزيس يحصل فيها ديبوزيشن للبونز، اتنسق بون ديبوزيشن وبتعمل لي حاجه اسمها هورنس، ودي بنشوفها بالاكس راي، تمام. يبقى النيل باتيلا سندروم ده اوتوزومال دوميننت،
بيحصل فيه مشاكل للنيل، بتكون دايما كل حاجه عندنا على الراديوس ناحيه الراديوس، النيل ما طلعش كويس فبدا يبقى قصير، شايفين بالمنظر ده ان اللانيولا بقت تريانجلر، مشاكل في البون زي الباتيلا والراديوس والاريا كريست. طب ايه تاني عندنا؟ كونجينيتال طبعا كلنا احنا عارفين الابيدرمولايسيس بولوزا، ودي من الحاجات اللي احنا حافظينها كلنا خلاص، سواء كانت السيمبلكس او كانت استروفيكا او الجانكشنال، والديفكت عندي موجود فين، سواء كان السيمبلكس كراتين 5 و14 او سواء كان في البليكتين او 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 الجانكشنال عندنا في البروتينز الموجوده عندنا في الديرمو ابيدرمال جانكشن هي والاستروفيكا، سواء كان فين في خلاص لما في السبلمن دنسا او اللامن دنسا او السبلمن دنسا على حسب باللي نشوف ايه، هنشوف بير انجل او سب انجل بليسترين. على فكره دي مهمه جدا، بير انجل جرانيليشن تيشو دي بتحدد السيفيرتي بتاع الديزيز نفسه، الاونيكولايسيس يبقى حصل مشكله في النيل بيد، نيل ثيكنينج او شورتنينج حصل مشكله في النيل بيد، تريجيوم ونيل اتروفي حصل مشكله عندنا في النيل ماتريكس. بعد كده عندنا طبعا اللي احنا بنشوفها كتير اللي هي الاكتوديرمال ديسبليزياس، اللي هي نتيجه بيبقى عندنا في مشاكل بقى في كذا حاجه مع بعض، ابنورمال ديفلوبمنت في الهير والتيث اند اور اكراين جلاندز، اللي احنا بنحدد هل هي في العيان بقى بيعرق ولا ما بيعرقش، تمام؟ بنلاقي فيها نيل شورتنينج وثيكنينج ونيل هايبوبليسيا. خلاص ايه كمان عندنا من اشهر الامراض اللي بنشوف فيها نيل ديس اوردر، حاجه كونجينيتال وكلنا عارفينها اللي هي الباكيونيكيا كونجينيتا. في عندنا نوعين تايب 1 وتايب 2، تايب 1 ديفكت في الكيراتين 6 اي و16، تايب 2 كيراتين 6 بي و17. خلاص يبقى عندنا تايب 1 كيراتين 6 اي 16، تايب 2 كيراتين 6 بي و17. بنلاقي بص بقى شكل النيل عندنا عامل ازاي، ثيكند وهارد، العيان ده بيلاقي يعني بصوا بيموت وهو بيقص ضوافره، بيموت فعلا بمعنى الكلمه. سيفير نيل بيد هايبر كيراتوز اللي احنا شفناه للسبونجر هايبر كيراتوز اللي موجود ده، اول ديجيتس ايفينشوالي انفولد تقريبا كلهم بيبقوا موجودين فيهم، بنلاقي طبعا مع بالمو بلانتر كيراتوديرما والليكو كيراتوزيس والاورال ووا الحاجات الساينز الثانيه اللي انتوا عارفينها. يبقى دي الباكيونيكيا كونجينيتا. نكمل لسه عندنا في الكونجينيتال هيرديتري والحاجات الشهيره جدا والمرض المشهور جدا ايه، الدارير ديزيز اللي هو الفليكرار ديسك كيراتوزيس. بنلاقي ايه شكل النيلز، اهو بص شايف النيلز عامل ازاي، تمام؟ اللونجيتيودنال ستريكس اللي موجوده دي تبقى ريد او وايت، في شيبد ايدنتيشنز بنلاقي شكل الفي شيبد ده كده هنا عندنا، نوتشنج فين في الديستال مارجن، لا في الحته دي كده بصوا يعني شايفين الرسمه دي بالظبط، بصوا ده في شيبد ايدنتيشن عند الديستال مارجن. طبعا بنلاقي في مالتي نيوكليجن سيلز فين في النيل بيد والابسيليوم، وديت حاجه في الباثولوجي. يبقى دي الدارير ديزيز، هنلاقي لونجيتيودنال ستريكس مع الفي شيب ديستال نوتشنج. خلاص يبقى دولت الكونجينيتال والهيريديتري، نراجعهم مع بسرعه مع بعض كده. كونجينيتال مال الاينمنت اوف ذا جريت تو نيلز، برده كونجينيتال هايبرتروفي اوف ذا لاترال فولد اوف ذا هالوكس، راكت سام للبراكيونيكيا، نيل باتيلا سندروم، ديبلاسيس بولوزا، الاكتيدرمال ديسبليزياز، وبعد كده الباكيونيكيا كونجينيتا والدارير ديزيز. طب نيجي بعد كده للانفكشنز، الانفكشنز ممكن تكون بكتيريال او فيرال او فانجر، ودي كل حاجه بتتاخد فين في الشابتر بتاعها. البكتيريال طبعا اشهر حاجه الاكيوت بارونيكياز، والبارونيكيا ممكن تكون فيرال وبكتيريال على فكره عشان ما حدش يظلم البارونيكيا، يعني ممكن تكون فيرال برضو. الورتس قلنا يعني السب اونجل والبير اونجل وورتس من الحاجات الرخمه جدا 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 في علاجها رخمه قوي قوي يعني، وكمان نتيجه ان الديفكت في الايمون سيستم هنا فبيحصل لها سبريدنج بسرعه. طبعا الاونيكومايكوز وده شابتر لوحده، انواع الاونيكومايكوز انواعها كتير جدا، سكن بريكسم وبريكسم لاترال والديستال والوايت سوبرفيشال وبلاك سوبرفيشال، خلاص ديت كلها يعني المفروض كل واحد بيتاخد على حده، وقلنا احنا يعني تقريبا في الساينز وكلها بتظهر مع الانفكشنز. طب ايه الحاجات بقى الانفايرومنتال اللي ممكن اشوفها في النيل، يعني حاجات من بره تاثر. اول حاجه ودي بنشوفها كتير برضو وممكن تكون حصلت معانا كلنا، حاجه اسمها بريتل نيلز. البريتل نيلز اللي هي الضوافر المتكسره او سهل ان هي تتكسر، فراجيليتي او بنسميها اونيكو سكيزيا عشان ما حدش يتلخبط، تمام؟ اونيكو ايه؟ سكيزيا. بنحصل حاجه اسمها لاميلر اكسفوليشن، يعني شايفين لاميلر، بص ده واحد ظاهر هنا خط في النص، لكن لو ركزتم مع بقيه الضافر هتلاقوا في لاميل كده ماشيه بالطول، ان هو بدا يحصل له اكسفوليشنز ايه على هيئه لاميل. بتحصل في فينجر نيلز اكتر نتيجه ديهايدريشن بالنسبه للنيلز نتيجه انفايرومنتال فاكتورز. خلاص يبقى دي انفايرومنتال،
اول حاجه البريتينيز او لينيكوسكيزي. تاني حاجه الكرونيك برونيكيا. كرونيك برونيكيا ماهيش انفكشن، يعني غالبا ما بتكونش انفكشن. ده بتحصل دايما مع الهاوس وايبس، يعني بتحصل مع ربات المنازل، بتحصل مع السيرفنس، مع الخدمات اكتر كمان. نجيت كونتاكت رياكشن مع الايريتنس او الاليرجنز، دايما بنلاقي في بروكسيمال نيل فولد انفلاميشن. واحنا قلنا قبل كده العلاقه العكسيه، لما بيحصل مشكله في الكيوتيكل تاثر لي على الماتريكس، عن الماتريكس تحت حصلت مشكله انفلاميشن في النيل ماتريكس تاثر لي على الكيوتيكل، يبقى في بروكسيمال نيل فولد انفلاميشن. هنلاقي ابسنس اوف ذا كيوتيكل غالبا، الفينجر نيلز دايما اكتر من التو نيلز، نيل بليد سيرفيس ابنورماليتيز هنلاقيها موجوده معاها، يبقى ده كورونيك برونيكيا. في حاجه اسمها ايديوباثيك اونيكولايسيس، يبقى انا عندي اونيكولايسيس بس انا مش عارف ايه السبب، وغالبا بيكون نتيجه ايه ريبيتيتيف ووتر اميرشن، ودي بنشوفها في الاطفال كتير قوي، ان ممكن الطفل يجي لك بونيكولايسيس وانت مش عارف السبب. اسال مامته دايما كده، الولد ده بيحب يخش يلعب في الحمام كتير ويلعب في الميه، هتقول لك اه، حط صبعه في بقه كتير تقول لك اه. ليميتد للفينجر نيلز، وايت او جاين ديسكالريشن، ابسس اوف سب اونجر هايبركيراتوز، عشان كده استبعد اي ديزيز تاني. حاجه مهمه بقى اسمها اونيكوتيلوماني، اظن انتوا شفتوها كلكم تمام، ويعني حاجه ماساه اللي بتحصل مع الاونيكوتيلوماني، سيلف انديوسد ابنورماليتيز. كيوتيكل بتبقى ابسنت وبلاقي فيه بروكسيمال البروكسيمال فولد انفلاميشن. النيل السيرفيس بتاعي بيبقى فيه ابنورماليتي، سواء كان لونجيتيودنال سنترال ديبريشن، ممكن الاقي ميلانونيكيا، هيموروجوكراس، الاقي نيل بيتنج بايتنج، نتيجه ايه بقى؟ ان العيان بيقعد ياكل في ضوافره كتير خلاص، او الهابيت تيك عمال يعني يلعب فيه في ضوافره بسببه، افكت ذا سامبا نتيجه نيرفس هابيت، العيانين اللي هم المتعصبين. ميديان حاجه اسمها بالله حاجه بقى مشهوره فيها قوي، ميديان كاني فورم ديستروفي اوف هيلر، دايما بنلاقيها فيها. ادي بصوا بقى كده التروماتيك نيل اللي هو التراك الاونيكوتيلومانيا، زي الايه، زي في الشعر بالظبط ترايكوتيلومانيا، هنا في حاجه اسمها اونيكوتيلومانيا. بصوا العيان يعني غالبا خلاص ما عادش عنده ضافر يعني تمام، ودي الميديان كاني فورم ديستروفي اوف ذا نيل، ميديان كاني فورم ديستروفي، نتيجه العيان عمال ايه يشد في ياكل في ضوافره كده تيكس عمال يتحرك، فدي بتطلع لي حاجه اسمها، ودي الساين دي شهيره قوي اللي اسمها ميديان كانالي فورم ديستروفي اوف ذا نيلز. ايه الحاجات الثانيه عندي ممكن نلاقي سب اونجل هيماتوما؟ نتيجه التروما دايما، يعني هلاقي هيستوري اوف تروما. في بعد كده تروماتيك تو نيل ابنورماليتيز، ودي بنشوفها دايما مع اللي بيلبسوا ايه الشوز الضيقه، بيحصل في اونيكلايسيس من غير سب اونجل هايبر كيراتوز، ودي حاجه مهمه عشان افرقها بينها وبين الانفكشن. هلاقي في اليوكونيكيا وميلانونيكيا، وفي دايما بتكون غالبا بايلاترال. في حاجه اسمها ريترينيكيا، بص الاظافر كده اتحشر ورا تحت البروكسيمال نيل فوق. في حاجه دايما ده احنا بنشوفها بقى اونيكو جرايفوز، ودي غالبا ممكن ساعات بنشوفها مع الناس الكبار السن، اللي بنسميها رامز هورن نيل، هو عمل بقى ايه كيراتين بدا يتكون في النيل وبقى بالمنظر ده الاول، ولو سابها بتبقى منظر مستعمل زي الوحش كده اللي احنا بنشوفها ايه في الافلام الاجنبي مع السحرات الشريره دايما كده، تبقى النيل ثيك هارد يلو براون نيل بليت. الهالكس دايما بنشوفها في الهالكس اوت، واكتر حاجه تقفل دايما، وساعات بنشوفها في الناس الكبار في السن واللي ما بتلاقيش حد يقصرهم بافرهم بيتني يكبر يكبر. اظن كان لسه في حد منزلينها على موسوعة جينيس، كان اللي هو أطول ضفر تقريبا في الهند حاجة زي كده، مش عارف كان كام متر ساب النيل بتاعه وعصوله بالمنشار تقريبا، يعني ده كان عنده أونيكو جرايفوزس، كان فرحان أبدا وفره مش عارف ليه. من ضمن التروماتيك حاجة اسمها بينسر نيل، أدي البينسر أهو شايفين ده، بصوا المنظر ده أهو بالظبط، يعني أنا لو بصيت على دي هنا كده بالظبط شايفين الجزء ده أهو، هو ده البينسر نيل. بيحصل نيل بيت بينشينج باي اوفر كيرفد نيل بليت، يعني ايه النيل بليت المفروض يمشي كونفكس كده عادي، لا لف حوالين نفسه وعمل حاجه اسمها بينسر نيل، ودي دايما بتحصل في التو نيلز، بيبقى معاها سيفير بين. على فكره ديت لازم يتدخل فيها سيرجيكال، سيرجيكال بعمل ايه خلي بالكم، بعمل هنا سيرجيكال اكسجن لاترال فولدس واقص الضفر من هنا ومن عشان اعمل ترانسفيرس بريدنج للنيل تاني. دايما بيحصل مع السب اونجل اكسوستوز شود بي اكسكلودد، يعني من ضمن الاسباب اللي ممكن تديني البنسر نيل حاجه اسمها السب اونجل اكسوستوزز، بعض انواع البناين تيومرز اللي بتحصل تحت النيل لازم اعمل اكس راي. دي علاجها يا جماعه لو هي حاجه سيبرت مفيش اي مشكله معاها، بعمل سيرجيكال اكسجن للايه للتو لاترال فولدز، بقص الفولد من هنا ومن هنا وبعد كده اشيل الجزء اللي هو امبيدد من النيل عشان يبدا يحصل سبريدنج للترانسفيرسال بدل ان هو يعمل كونكيف بالشكل ده بالظبط.
بعد كده عندنا طبعا اللي انا قلت لكم عليها قبل كده اللي هي بيحصل مال كونجنتال مال الاينمنت اوف ذا تونيل، حاجه اسمها انجروينج تونيلز اللي هي الاونيكو كريبتوزيس، دايما بنشوفها مع التينيجز والادلتس يانج ادلتس، هي نتيجه كونجنتال مال الاينمنت اوف ذا الايه في اللاترال فولد بريسبتيتد باي امبروبر نيل كاتنج والهايبر هيدروزيس. يعني ايه نيل كاتنج؟ دايما في الفكره ده قبل العمليه خلاص، ده انجروينج تونيل وادي بعد الاوبريشن بعد ما شال هنا الجزء ده كله. ايه اللي بيحصل عندي الناس يعني ايه امبروبر نيل كاتنج؟ الناس بتحب تقص ضوافرها وتيجي تقوم جايه داخله بالقصافه هنا او بالمقص يشيل ايه الجزء ده هنا وهنا، فاللي بيحصل داون جروس للنيل بليد جوه، ويحصل ايه ان يحصل له بيتغرس تحت فين في السوفت تيشو، وبعد كده ممكن يوصل حتى للبون ويعمل لي انفلاميشن. خلاص اهو بيحصل بينفول انفلاميشن دايما غالبا في اللاترال فولدز وجروس اوف جرانيوليشن تيشو زي اللي احنا شايفينه هنا ده كده. يبقى بنقص الضافر نخش جوه هنا يوم جاي بيخش سبيكل من النيل جوه فين في السوفت تيشو يعمل لي انفلاميشن واوفر جروس للجرانيوليشن تيشو. طبعا الحل بتاعها يعني المفروض بروبر كاتنج بعد كده، يعني غالبا لما توصل المنظر ده بيبقى سيرجيكال وبتتحسن بعدها، بس بعلم العيان ان هو يقص ضفره بالعرض ما يخشش لا جوه كده ولا جوه كده. هي غالبا بتحصل لاترال لكن ممكن تحصل على فكره ميديال لاترال ما فيش اي مشكله. التروماتيك نيل ابنورماليتيز بقى ديت بقى تهم الطبيبات عندنا، عشان الستات عندنا اللي بيروحوا يعملوا مانيكير والباديكير ميل تشينج اسوت ويز مانيكير او باديكير، دي بتعمل لنا حتى الدكتوره حنان المره فاتت واحنا بنشرح الاناتومي اتكلمت على موضوع الكيوتيكلز ان هم بيشيلوها في الباديكير. اول حاجه النير ابنورماليتيز بتحصل بيوز لاينز عشان ماتريكس دامج، ترو ليكينيكيا وقلنا الترو عشان ماتريكس برضو، نيل بريتل ميس اهوت عشان قاتل بقى بيحصل مع النيل فارنش سولفنتس والالكتريك دريل بيقعدوا بقى يلعبوا في الضفر زي ما بيلعبوا، ديستال اونكولايسيس ديفيوز اونكولايسيس والديسكالوريشن والاكيوت والكرونيك برونيكياز، وممكن كمان تعمل لي بايوجينيك جرانيلوماز نتيجه كونتاكت اليرجي من الحاجات اللي بيحطوها، ممكن تعمل لي كمان برونجر ووردز لو حصل في سبرينج انفكشن من اي حاجه بيستخدموها في المانيكير والباديكير. كده احنا خلصنا التروماتيك نيل بروبلمز. يبقى احنا اتكلمنا على كونجينيتال، اتكلمنا على الانفكشنز انفايرومنتال والتروماتيك. نخش على النيل تيومرز، يبقى كده هنتكلم على النيوبلاستيك. اول حاجه النيل بناين تيومرز، اول حاجه عندنا واشهر حاجه اللي هي البايوجينيك جرانيلوماز بوتري مايكوما، بيحصل بقى بليدنج انجيوماتوس بابيولو نودولز اللي احنا شايفينها هنا كده خلاص، ممكن تكون بيري انجل او سب انجل وغالبا تروماتيك. لكن الحاله اللي انتم شايفينها قدامكم ديت المالتيبلست بتاعتها ديت مع انتي فايرال اللي هو اسمه اندينافير، ودي من ضمن الحاجات اللي هي بتحصل دراج انديوز نيل ابنورماليتيز بايوجينيك جرانيلوما نتيجه اندينافير اللي هو الانتي فايرال دراج، دي بتعمل لي مالتيبل بايوجينيك جرانيلوماس، فخلي بالي من الموضوع ده. يبقى اول حاجه في النيل تيومرز عندنا بايوجينيك جرانيلوماس، ثاني حاجه الاسماء هتتعقد بعد كده فايبروماز وفايبروكاريتوماز للانجيوكاريتوماز اللي بنشوفها مع حالات تيوبروسكليروز، ممكن تكون سيبريت يعني فايبروكاريتوما ممكن تكون حاجه سوليتري لوحدها، وممكن تكون لو مالتيبل بقى بيور اونجل سب اونجل انجيوكاريتوماز بنشوفها مع تيوبروسكليروز كومبلكس. سب اونجل اكزوستوزيس مهم قوي، بنلاقي فيه سب اونجل هارد نيديول زي ما احنا شايفين كده تعمل لي اونيكولايسيس خلاص، احنا قلنا اونيكولايسيس نتيجه المشكله فين؟ في النيل بيد، حصل سيبريشن بين هنا ومن هنا ديستالي اونيكولايسيس ده نيل بيد على طول. دايما بتحصل في النيل التونيل لازم اعمل له اكس راي، شايفين اهو ادي الهارد نوديول واتاتشد للديستال فالنس، خلي بالكم يعني لازم اعمل اكس راي عشان اشوف الايه. طبعا دي تروح لدكتور عظام هو اللي بيعمل لها سيرجيكال اكسشن عشان لازم يعمل كمان كورتيج هنا للبون ذات نفسه ما يشيلش بس الايه النوديول دي. بعد كده عندنا الميكزويد سيست او ميوكا سيست، دي بتكون فين؟ في النيل ماتريكس، بصوا هنا فين اهي ادي السيست موجوده هنا اهي، بيحصل نتيجه ان في سيست هنا عملت كومبريشن على الماتريكس البروكسيمال ماتريكس، عملت للنيل بليد ديبريشن وجروفز، شايفين الجزء اللي ديزيز هنا خد المنظر اللي مقابله في النيل هنا تمام ماشي، وممكن الاقي في فلويد طالع لي من جوه من هنا كده حصل كومبريشن عليها السيست ايه الفلويد الميوكا سيست الميوسين بدا يطلع لي من هنا كده، يبقى دي الميوكا سيست او الميكزويد سيست. دي احنا قلناها واحنا بنقول الاناتومي واتكلمنا احنا بنقول الهيستولوجي بتاع النيل والفاسكولار سبلاي، قلنا في حاجه اسمها جلوما سيلز وقلنا دي وظيفتها ايه،
النتيجه قلنا مع الوينتر اكسبوجر بيحصل ستيميوليشن ريسبتورز اللي موجوده على الجلوما سيلز تعمل فاز دايليتيشن عشان تبدا تغذي الايه الديستال فانز. الجلوما ستيومر بتكون دايما غالبا بنشوفها سب اونجول, بيبقى فيه سيفير 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 بين تمبريتشر سنسيتيفيتي العين اي حاجه بتاثر عليه. سبجكت كونتراست مع المينيمال كلينيكال ساين, ادي هنا شايفين حاجه لونها بلوش موجوده تحت النيل وعملت كمان ميديان كانالي فورم ديستروفي اوف ذا نيل, يعني دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل فيها سيرجيكال اكسجن هنا اهوت, شلت الضفر ذات نفسه, وادي السيست الجلوماس تيومر موجود هنا اهوت, وادي بعد ما عملوا توتال اكسجن. هنا ادي احنا شايفين في الباثولوجي السيلز اللي هي لارج كيوبيدال دي كلها اللي هي الجلوماس سيلز. ده المنظر باللو باور, ده المنظر بالهاي باور. نيل تيومرز بعد كده عندنا حاجه قريبه بقى من حالات الشعر كده, حاجه اسمها اونيكوماتريكوما. زي البايلوماتريكوما في حاجه اسمها اونيكوماتريكوما. بما ان البايلوماتريكوما بتحصل اللي هي بتحصل في الهير تيومر بتحصل من الماتريكس, هنا برضه طالعه من الماتريكس عندنا هنلاقي في لوكالايزد. بصوا على النيل هنا في حاجه تحت خلاص عملت لوكالايزد لونجيتودينال ثيكنينج فين وسترانسفيرز كيرفيتشر. بصوا كونفكسيتي زائد ترانسفيرز, هنلاقي في ديسكالريشن سان كان يلو او وايت, مالتيبل لونجيتودينال تيومر كونتيننج هالوز اهو, هنلاقي في هولز في الديستال نيل. بصوا في خرام هنا موجوده كتير عندنا في الديستال نيل, ديت الاونيكو ماتريكوما. طبعا التريتمنت سيرجيكال اكسجن ملهاش حل غير كده. نيجي لحاجه مهمه بقى اللي هي المينستيك نيفاي اوف ذا نيل ماتريكس, هنلاقي فيه لينجوتيدنال ميلانونيكيا ومش لازم تكون كامله وممكن تكون بالمنظر ده كده اونست اكتر, بنشوفها في التشايلد هود ودي تبقى حاجه بناين. اهم حاجه ان انا اطمن العيان, وعلى فكره ممكن تشوف بالديرموسكوب ونطمن ان هي حاجه بناين اكتر. المالجننت من اشهرها سواء كان سكوما سيل كارسينوما ان سايتو او السكوما سيل كارسينوما او الفيروس كارسينوما كلهم هيدوا نفس الشكل, يعني غالبا بيدوا نفس الشكل مش عارفها الا بالبايوبسي واتاكد ان دي سكويمس ولا باونز. هيدوني برضو في الريكوس ليجنز هيحصل معاهم اونيكولايسيس وهلاقي ميلانونيكيا. ادي الميلانونيكيا شايفين بالطول اهو خط الميلانونيكيا هنا اهي, وادي الفيروكس ليجنز والانوكولايسيس موجوده عندي هنا ديستالي. تمام. طبعا هنا التريتمنت بقى على حسب, لو هي مثلا باونز ديزيز انا هعمل سيرجيكال اكسجن هنا السيفت مارجن بتاعتي تبقى نص سنتي غالبا, لكن لو سكوما سيل كارسينوما طبعا انا بشيل الديستال فانكس كله. يعني هنا الباونز ديزيز الشكل ده انا ممكن اشوفه مع الثلاثه, مع الفيروكس كارسينوما او السكوما سيل كارسينوما العاديه او الباونز ديزيز. بعد كده في المالجننت عندي كيراتو اكانثوما, ودي واحده من ضمن الكيراتو اكانثومز اولا اللي هي بتبقى بينفول, تاني حاجه اللي هي ويزاوت سبونتينيوس ريجريشن. معظم انواع يا جماعه عشان بس تكونوا فاهمين الكيراتو اكانثومز اللي هي كوتينيوس بتكون فيها سبونتينيوس ريجريشن بتخف لوحدها, لكن في انواع منها ما بيحصلش سبونتينيوس ريجريشن زي ايه؟ من ضمنهم النيل كيراتو اكانثومز والمالتيبل كيراتو اكانثومز اللي هي هيرديتري, في نوعين منهم بيبقى بين فون سب اونجل نوديول زي ما احنا شايفين رابيد جروس اوستيوليسيس اون راديوجرافي. انا هبص تحت على البون ذات نفسها لا فيها مشكله, طبعا البايبسي هنا اللي بتحدد. الصوت واضح يا جماعه ولا في مشكله دلوقتي؟ ميلانوما, ميلانوما طبعا دي مشكله بنشوف فيها اكتر من ساين, ممكن تكون ميلانوتيك او اميلانوتيك, يعني ممكن تكون بيجمنتد او ابيجمنتد, يعني ما فيهاش بيجمنت زي دي غالبا دي اميلانوتيك. ثمب اكتر حاجه افكتد, بيحصل نيل بليد ديستراكشن هاتشنسون ساين ان انا اشوف بقى البيجمنتيشن هنا وهنا, تبقى اميلانوتيك في 25% من الحالات. دي النيل تيومرز الاي بي سي دي بتاعي بالنسبه للميلانوما عشان اشخص حاله ميلانوما. خلوا بالكم الاي عندي الايدج بتحصل في الافريكان امريكان اكتر. تمام. البي بتبقى براون لبلاك, البريتس بتاعها غالبا بقى 3 مل او اكتر, البوردرز بيبقى فاريجيتد يعني مش واضحه مش قادر احددها. السي تشينجز في النيل بيد غالبا بشوف بقى في الكالر والسايد واشوف انيكولايسيس كمان, لاك اوف تشينج ان ذا نيل مورفولوجي ديسبايت البرسيوم ده اديكو تريتمنت. الدي ديجيت موست كوملي انفولفد, الثمب او البيك تو, الاي اكست